الاخر هيكملها لو شلتها ما انا عارفك قدها وحدودها تشيلها. عوده لحضراتكم مره ثانيه وهنبدا متابعتنا العمليه الانتخابيه في انحاء الجمهوريه بهذا الاتصال الهاتفي بالمستشار محمد الدمرداش رئيس لجنه مدرسه جمال عبد الناصر التجريبيه بمدينه نصر ونائب رئيس مجلس الدوله. اهلا بحضرتك سياده المستشار. يا فندم واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك ويا رب تكون فتحه خير علينا ان شاء الله هذه الانتخابات. اسال حضرتك هل تم ابلاغكم رسميا بان هناك مد لفتره التصويت حتى الغد؟ ابلغ الساده القضاه جميعهم بمد التصويت عن طريق الرسائل من اللجنه العليا للانتخابات وكذلك عن طريق الموقع اللجنه العليا للانتخابات وجميع القضاه الان على علم كامل ان الانتخابات اليوم سينتهي العمل فيها الساعه 9 مساء وان غدا ان شاء الله ستكون الانتخاب من التاسعة حتى التاسعة ثم الإغلاق على ضوء وجود مناخبين بالمجمع من عدم. إذا النهارده الصناديق لن تغلق أو الأبواب اللجان لن تغلق في العاشرة ولكن في التاسعة مساء. بالضبط يا فندم ستغلق في التاسعة مساء والبيان الإعلامي رقم 46 بتاريخ 27/5 اقتصاد الساعة 5:30 النهارده من اللجنة العليا للانتخابات حدد ذلك في البند الأول وحدد أيضا الأسباب التي ابتني عليها تأجيل الانتخابات. وهي يا فندم؟ مد الانتخابات تمام. وهي يا فندم اهم الاسباب اللي من اجلها تم مد الانتخابات. اولا البيان كما ذكر نظرا لموجة الحر الشديده التي تجتاح البلاد وازدياد اقبال الناخبين في الفتره المسائيه وبالفعل انا احدثك من لجنه سيدات مدينه نصر واقبال الناخبين يتزايد بشكل كبير واستجابه لرغبات كثيره ونداءات من عدد من التيارات وافراد الشعب خاصه الوافدين الذين لم يتمكنوا من ابداء اصواتهم امام اللجان الاصليه لهم او الموطن الانتخابي الاصلي لي فقد تقرر التاسعة مساء وهو الأربعاء الموافق 28/5 والبيان نفسه ألغى القرار الصادر بمد الميعاد إلى العاشرة مساء وجعل انتهاء التصويت اليوم في تمام الساعة 9 مساء. إذا اللجنة العليا للانتخابات قدرت مشكورة أن هناك ضغط كبير من الناخبين بالفعل بدأ من الساعة 7 أو 8. أستطيع أن أقول لك على مستوى لجنتي وهي لجنة رقم 16 سيدات ومقيد فيها عدد 5659 ناخبة نحن نقترب من رقم 3000 ناخبة أدلوا بأصواتهم. الساعتين الأخيرتين نحن أحرزنا أكثر من 600 صوت والتدفق كبير جدا. عادت الطوابير مرة أخرى أمام اللجنة. اللجنة العليا للانتخابات قدرت كل هذه الأمور وكلفتنا بيوم عمل إضافي حبا وكرامة وسعادة من جميع القضاة بالاستمرار في العمل المثالي ما دام أن في ذلك خير مصر وخير استظهار الرغبة الحقيقية للناخبين المصريين مستمرون يعني في العمل ان شاء الله. يعني على مستوى لجنه حضرتك مثلا الشخصيه نسبه التصويت يعني اعلى من 60%. ندخل نقترب الان من نسبه تصويت 60% وهي نسبه يعني محترمه. نحن في مدينه نصر وحيث الكثافه السكانيه الكبيره المقيمه في ذات المربع السكني وايضا المثقفين ثقافه واعيه وفاهمه لدور واهميه نزول المواطنين في الانتخابات ايضا لانها لجنه سيدات واقولها بكل فخر السيده المصريه في هذه الانتخابات ضربت المثل والقدوه ملحمه بمعنى الكلمه وسيدات صوت لدينا اليوم سيدات عقلهم تصل الى 97 سنه وهي اكبر معمره صوتت امامنا ودخلت امامنا اليوم سيده قادمه من الولاده لسه مخلصه كانت الولاده تحمل رضيعها عمره 12 ساعه وجاءت على طول تصوت في اللجنه قبل ان تعود الى منزلها. صور كثيره جدا شاهدناها اليوم وامس للمراه المصريه واتوقع ان شاء الله في الغد ان نرى تدفق كبير من الناخبات يضرب ارقى الامثال لان هذه المراه تشيد نظاما حقيقيا في مصر كثر مع الرجل المصري. نسب الشابات من المصوتين يا فندم في لجنه السيدات اللي حضرتك بتراسها كبيره جدا. انا عايز اقول لحضرتك ان الشاب الذي صوتنا يزيد يعني انا حتى عملنا احصائيه سريعه كده ان اعتبرنا ان كل مواليد السبعينات فما فوق 70 71 هنعدهم من الشباب وما دون ال 70 نعدهم من سن ال 70 71 الى فوق كان اكثر من 60% من المصوتين لدي من هؤلاء الفئه العمريه وهذا شيء يثلج الصدر ويبعد الشبهه التي يريد ان يتقول ويرددها البعض لعزوف الشباب والشابات عن التصويت في هذه الانتخابات. حضرتك يعني رأيك في تطبيق الغرامة يعني سمعنا أن هناك تطبيق لغرامة 500 جنيه في حالة عدم نزول التصويت يعني خلينا نتفق بداية أن هذه الغرامة نص عليها في القانون في المادة 24 إذا هي مادة موجودة في القانون تفعيلها أو عدم تفعيلها هو يرتبط بملائمات الواقع هي باليقين بداية هي من المقصود بها تكون غرامة تجديدية لحث وحفز الناس للنزول
نحن دولة تعيد بناء الديمقراطية مرة أخرى، فإذا لجأت إلى تطبيق هذه الغرامة فلا تثريب على القائمين عليها بتفعيل نص قانوني قائم وليس ابتداء نص جديد، نظرا لأن الملائمة لابد أن نحفز الشعب المصري بكل الوسائل ليقرر مصيره بيده. طيب بالنسبة لأحوال القضاء يا فندم والتنسيق مع مجلس الدولة، لأن حضرتك طبعا نائب رئيس مجلس الدولة، الظروف الأدمية اللي بتعملوا فيها، لأن أنا أدرك تماما أن القضاء يعملون في ظروف يعني صعبة للغاية ولهم كل العذر وكل الاحترام. أستطيع أن أقول لك نحن نتواصل يعني على مدار اليوم على مواقعنا الاجتماعية، مواقع التواصل الاجتماعي، القضاة جميعا سواء كانوا من قضاة مجلس الدولة أو القضاء العادي أو النيابة الإدارية أو زملاء بهيئة قضايا الدولة، الجميع في أتم الاستعداد والرضا والصبر والمثابرة استكمال اليوم الثالث بدون أدنى ضجر أو ملل، على الرغم أن الظروف التي نعم فيها ظروف صعبة، الفصول باليقين غير مكيفة، نحن أقصى فرق مجهز يكون مجهز بمروحة ولكننا مستعدين. بنشكر حضرتك يا فندم ونشكر دوركم اللي هيقدر لكم التاريخ، شكرا جزيلا لسيادة المستشار محمد الدمرداش، شكرا.